بسم الله الرحمن الرحيم. قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمس وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى نادي ضباط الجيش الكويتي. وكان في استقبال سموه رعاه الله معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ورئيس الأركان العامة الفريق ركن محمد خالد الخضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح وكبار القادة. وقد ألقى سموه حفظه الله كلمة بهذه المناسبة. صباح الأحمد الصباح نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع سعادة فريق الركن محمد خالد الخضر رئيس الأركان العامة للجيش سعادة الشيخ أحمد منصور الأحمد الجابر الصباح وكيل وزارة الدفاع إخواني وأبنائي قادة وضباط ومنتسبي وزارة الدفاع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرا على عادة لقائنا السنوي فإنه يسرني وأخي سمو ولي العهد شيخ نواف الأحمد جابر الصباح وأخي معالي نائب رئيس الحرس الوطني شيخ مشعل الأحمد جابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والأخوة المرافقين أن نلتقي بكم في هذه الليلة تبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك مبتهلين إلى المولى جل وعلا أن يتقبل صيام الجميع وأن يعيده على وطننا وشعبنا الكريم وعلى المقيمين على أرضه الطيبة وعلى أمتين العربية والإسلامية بوفد الخير واليمن والبركات. منتهجين هذه المناسبة لتوجيه التهنئة والتحية لجدودنا البواسل إخوانكم الذين يقفون في جبهة القتال للمشاركة في الدفاع عن أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة ومشاركة إخوانهم في قوات التحالف للدفاع عن الشرعية في الجمهورية اليمنية سائلين المولى تعالى أن يحفظهم بحفظه وعنايته معربين عما نكن لهم ولكافة قطاعات قواتنا المسلحة ضباطا وأفرادا من ثقة وتقدير واعتبار
حيث أنكم درع الوطن الحصين وتقفون بالمرصاد لكل من يريد به وشعبه شرا. أخواني وأبنائي، إنكم تدركون أن الانتساب للجيش الكويتي هو شرف عظيم ومدعاة للفخر والاعتزاز، إذ أنه يجسد الولاء والوفاء والإخلاص للوطن الغالي، وتقترن به مسؤولية عظيمة وأساسية تكمن في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن ودرء كافة الأخطار عنه والذود عن حياضه من خلال التكاتف والتآزر بينكم والتفاني في إداء المهام المناطة بكم والتي أثبتتم دائما أنكم أهل لها. أود أن تهز هذه المناسبة الطيبة الإعراب عن الاعتزاز بما تشهده كافة قطاعات الجيش الكويتي من تطور مضطرد بكفاءته القتالية والذي كان ثمرة السعي الدؤوب للدولة لتزويده بأحدث أنواع العتاد العسكري والاستحاف المتقدمة والحرص الدائم على رفع كفاءة منتسبيها بصورة كبيرة، مشيدين في الوقت ذاته بما حققته دولة الكويت من نجاح باستضافتها لعدد من المناورات والتمارين العسكرية المشتركة التي قام بها الجيش الكويتي مع القوات المسلحة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والتي حظيت بإشادة كبيرة وتقدير عال من جميع المشاركين. أخواني وأبنائي، إن منطقتنا تشهد ومنذ سنوات أحداث وتطورات بلغت مداها بخطورتها وأخذت تشكل تداعياتها تهديدا مباشرا للأمن والسلم، ليست في المنطقة فحسب وإنما على الصعيد الإقليمي، مما يستوجب منكم الحذر والاستعداد التام للحفاظ على أمن وطننا واستقراره. وإننا على يقين وثقة تامة بقيامكم بواجبكم الوطني المقدس على أكمل وجه. نسأل المولى تعالى أن يحفظ وطننا العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق الجميع لكل ما فيه عزته ورفعته، كما نبتهل إليه جل وعلا أن يتقدم بواسع رحمته شهداء الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية دفاعا عن الوطن الغالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القاضي الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله ورعاكم. سيدي سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله ورعاكم. سيدي معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله. سيدي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح حفظه الله. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أخواني وأبنائي متزوج القوات المسلحة، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي صاحب السمو، نبارك لكم يا صاحب السمو والحضور الكريم بشهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ونتقدم لسموكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والتقدير على تشريفكم لنا بهذه المناسبة الكريمة في هذا اللقاء الأبوي الذي نفخر به وننتظره كل عام، لما نلتمسه من سموكم مشاعر أبوية واهتمام بالغ يجسد لنا محبتكم لأبنائكم منتسب الجيش الكويتي. سيدي صاحب السمو، لقد حرصت دولة الكويت من خلال سياستها الخارجية والمتناغمة مع المكانة الدولية المتميزة ورؤية سموكم الاستراتيجية في التعامل مع جميع الأشقاء والأصدقاء التي تعتمد على تكريس مبدأ الاحترام المتبادل وتعزيز أسس التعامل المثمر البناء لخدمة المصالح المشتركة، والحرص على توظيف علاقاتها مع الجميع دون التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة
لما فيه دعم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. ولقد عانت دولة الكويت في عام 90 من ويلات الاحتلال لتدرك بأن السلام هو الخيار الصائب والذي يجنب الشعور الدمار وهدر الإمكانات وتدمير لمقدرات الحياة. سيدي، ولقد كان لحكمتكم المعهودة الدور الكبير في تجاوز العديد من التحديات، ومساعيكم في رأب الصدع الخليجي ولم شمله ضارباً للعالم الأجمع أروع صوره للحكمة والحنكة السياسية، مما جعل سموكم مثالاً يحتذى به لكافة قادة دول العالم، كما كان لكلمة سموكم في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول صداً واسعاً لرسالة شجاعة من دولة الكويت وموقفها الواضح والصريح منذ القدم تجاه القضية الفلسطينية ومناصرتها والوقوف بجانب الحق وانقل سالكوه. ولا يخفى على الجميع أن ما تمر به المنطقة من تحديات وأحداث متسارعة تدعونا جميعاً إلى الحيطة والحذر لما قد يمس أمن واستقرار بلادنا، وإلى حتمية رص الصفوف وتضافر الجهود من أجل المحافظة على وحدتنا الوطنية في مواجهة كل ما قد يمزق وحدة الصف، وذلك بالتمسك بتعاليم ديننا الحنيف القائم على التسامح والمحبة، وتجسيداً لحرص سموكم الدائم على التلاحم والتآخي والنأي بما يعكر صف وحدتنا الوطنية. سيدي، بفضل من الله عز وجل ثم بدعم سموكم وتماشياً مع رؤية الكويت 2035، إن الجيش الكويتي ماض في تعزيز وتطوير قدراته الدفاعية والتسليحية والتدريبية. ويعكف سيدي معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح على تسخير كافة السبل والأمكانيات وتدليل المعوقات للارتقاء في المنظومات التسليحية الدفاعية للجيش الكويتي، لا سيما ذات الصلة بمجالات علم العصر الحديث، علم عصر الأمن السبراني، ليكون في مصاف الجيوش المتقدمة. إن الجيش الكويتي مقبل على العديد من المشاريع التسليحية والتطويرية والتي تعني برفع القدرات الدفاعية، والتي تتطلب منا الاهتمام بتأهيل وتدريب العسكريين للعمل على تلك المنظومات باحترافية للوصول بقواتنا المسلحة إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية، لنكون دائماً عند حسن ظن الوطن بنا. وبقدر تطوعات سموكم وثقتكم الغالية في المحافظة على سيادة البلاد وصيانة مقدراته ومكتسباته، معاهدنا الله عز وجل تم سموكم والشعب الكويتي ببذل الغالي والنفيس وتقديم أرواحنا فداء للوطن الغالي والتضحية من أجله، مدافعين عن أمنه واستقلاله وجاهزين دوما لردع التهديدات والمخاطر التي تمس أمن وسلامة أراضينا. سيدي، إننا وعد نستقبل هذه المناسبة الكريمة نوجه التحية والتهاني والتبركات بشهر رمضان المبارك وبكل فخر واعتزاز لإخواننا وأبنائنا العسكريين في خميس مشيط وجيزان وقوة مبارك وقوة صباح وكافة المرابطين حالياً داخل وخارج البلاد، حراس أمناء الوطن يزدهر ويزخر بالأمن والأمان تحت قيادة سموكم وسمو لعهدكم الأمين حفظكم الله ورعاكم. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتضرع لله سبحانه وتعالى بأن يعيننا على طاعته والامتثال لأوامره وتجنب نواهيه، ونحفظ بلدنا الغالي تحت قيادة سموكم الحكيمة وسندكم الوفي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله ورعاكم، وأن يمد بعمركم ويمتعكم بمفور الصحة والعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير يا شيخ وبزود، كل عام وانت بخير يا شيخ وبزود، يا درع هالديره وحامي حماه، يلي املنا فيك مرجي ومعقود، يا رمز نهضتنا ومصدر ضياها. صباح الاحمد يعني العز والجود والفكر والحكمه الى منتهاها، واللين والشده والامجاد والفود والرؤيه اللي من يوصل بداها. فضلك على العالم مبين ومسرود، متعدي كويت الفخر وقصراها، يكفي خطاب القدس والعالم شهود، كلمتك في القمة توهج سناها. أسعد شعبك والعطاء غير محدود، وغيرك دول حكامها هم بلاها، فيها المواطن عايش بذل مضهود، والحرب والفتنة تدور برحاها، وحنا بنعمة دام هالراس موجود ونفاخر العالم وفيك انتباها. أسعد شعبك والعطاء غير محدود،
وغيرك دول حكامها هم بلاها، فيها المواطن عايش بذل مضهود، والحرب والفتنة تدور برحاها. بابك مشرع ما ذكر يوم مسدود، تضحك ولو نفسك تزايد غثاها. ذاخر بياض الفعل ليامنا السود، قائد ذكر شعبه نفسه نساها. والجيش بمرك يقسم ويعطي عهود، حامين أرض كويتنا مع سماها. القوة البرية أسوار وحدود، رجال ثرى الديرة زكى من دماها. دبابة ورشاش مدفع وبارود، بلوى غضب للي غلط وابتلاها. والقوة الجوية صقور كالطود، على عدو الله تقذف لضاها. تشعل سما الأعداء ببروق ورعود، طيارها باع العمر واعتلاها. وبالقوة البحرية الفعل معهود، حيتان بحر ومنوى ما قواها. اللي يحتمل موقف به العزم مشدود، يا ويل من صبت عليهم بلاها. اي والله حنا نحمي الدار ونذود، وحنا لدار اخوان مريم فداها. بالحرب ما نخشى من الضداد وحشود، وما تنكسر قوه وربي معاها. دعاة سلم ومذبت كل نمرود، اعدائنا تهزم وربي خزاها. تحت الامر يا شيخ ضباط وجنود، نموت ما دنس عدو ثراها. وسلام يلي للوطن ذخر وسنود، نواف حافظ للامانه ورعاها. معطي بلاده ما رجى اي مردود، وفي خدمة الديرة سنينه قضاها. تسلم يا ابو فيصل على كل مجهود، يا من حوته كويتنا واحتواها. وريس حكومتنا بالانجاز موجود، بالعزم والتصميم حقق رجاها. ابو صباح وما يجي فيه منقود، جابر برز في صعبها وبرخاها. والنايب الاول بالافعال مشهود، قاد الدفاع بهمته واعتلاها. ناصر طموحه ما له حدود وقيود، خطوات ابوه استنها واقتداها. ويا شيوخنا عهد الوفا دوم ممدود، من رجال بالشدة يبين ولاها. اللي حربنا يحسب حساب مفقود، اللي حربنا يحسب حساب حساب مفقود، وحنا لدار اخوان مريم فداها. واختامها يا سيدي كوكب الجود، تحية يا امير واجب اداها، تحية يا امير واجب اداها. سلامتكم سيدي. تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهم الله بالتوقيع على سجل الشرف. هذا وقد رافق سموه رعاه الله في هذه الزيارة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح وكبار المسؤولين.